النهاردة اليوم العالمي لمزاج المصريين، مفيش حاجة في الدنيا تعدل مزاجنا غير كوباية الشاي. العالم بيحتفي النهاردة بالشاي، الشاي اللي بيروق الدماغ ويظبط المود على الصبح. ناس كتير مننا ما تعرفش تبدأ يومها غير بكوباية شاي 50 قبل ما تنزل من البيت علشان يبقى اليوم نادي والمزاج عالي العال. عشان كده بيسموه في الحس الشعبي العبقري المصري مزاج المصريين. الحقيقة إنه الشاي مش بس هو مزاج المصريين، هو مزاج الملايين في معظم دول العالم. بيعتبر مشروب الشاي هو أكتر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد المياه. عشان كده يوم 15 ديسمبر كل سنة العالم كله بيحتفي بمشروب الشاي، خصوصاً طبعاً في الدول المنتجة ليه زي بنجلاديش وسريلانكا ونيبال وإندونيسيا وكينيا وملاوي وماليزيا وأوغندا والهند. الاحتفال بأول يوم عالمي للشاي كان في العاصمة الهندية نيودلهي عام 2005، واستمر هذا التقليد بعد كده بشكل سنوي. لما نيجي نتكلم كده شوية ونعرف إيه أصل الشاي، جت منين كلمة الشاي وهذا المشروب العالمي والمقدس لدى دول كتيرة جداً وشعوب كتيرة في الأرض. الشاي أصله جه من نبتة اسمها الحقيقي كاميليا سينينسيس، وهذه النبتة يعتقد إنها بدأت في الهند أو تحديداً في شرق الهند وشمال ميانمار وجنوب غرب الصين، لكن المكان المحدد ليها أو لأول ظهور لهذا النبات حتى هذه اللحظة غير معروف، لكن في أدلة بتقول إن الشاي بدأ استهلاكه في الصين قبل 5000 سنة، ويقال كمان إن الصين هي أكبر دولة منتجة للشاي في العالم. طيب، تاريخياً في أسطورة صينية كده بتقول إنه في عام 2700 قبل الميلاد كان في إمبراطور صيني شهير جداً هو تونغ يونغ. هذا الإمبراطور كان جالس تحت شجرة وبيقوم بغلي المياه في صحن تحت هذه الشجرة. بالصدفة سقطت ورقة من هذه الشجرة وهي شجرة الشاي داخل هذا الصحن. الإمبراطور اكتشف إنه طعم المياه مع هذه الورقة مستساغ جدا وجميل جدا وحبه جدا هذا الإمبراطور، ومن ساعتها أعلن إنه هذا المشروب هو مشروب رسمي للثقافة الصينية. ده بالنسبة للصين. عندنا في بلدنا في مصر الشاي دخل إزاي مصر؟ دخل مع الاحتلال البريطاني سنة 1882 مع الجنود الإنجليز، كانوا دايما بيشربوا هذا المشروب الشاي. من الجنود الإنجليز انتقل شرب الشاي إلى مجموعة من علية القوم زي ما بيقولوا كده، ومن الصفوة داخل المجتمع المصري. من عام 1914 ل 1918 الحرب العالمية الأولى، الفلاحين المصريين لما سافروا إلى أوروبا استخدموا معاهم هذه النبتة الشاي، وبدأ من هذا التاريخ استيراد الشاي داخل الدولة المصرية، وبيعتبر طبعاً هو المشروب رقم واحد للمصريين، بيساعد على التركيز بشكل كبير. المعلومات المتاحة بتقول لنا إنه الصين استخدمت الشاي من زمان جداً لأغراض طبية، ثم تحول بعد ذلك إلى مشروب يومي في القرن الثالث بعد الميلاد، وفي منتصف القرن الرابع بعد الميلاد بدأت كتابة وتسجيل الطرق زراعة ومعالجة الشاي. طبعا كلام كتير جدا ممكن نقوله عن هذا المشروب العالمي والمقدس اللي النهاردة بنحتفي بيه. كلامنا النهاردة عن الشاي، بدعوكم تحضروا كده كوباية شاي لطيفة وتابعوا معانا حلقة النهاردة، وصباح الخير يا مصر.